وصلنا لمحطة بتروجيت، لعبت معاهم شويه وبعدين جه كابتن حلمي طيران. ما لعبتش؟ لا ما لعبتش. لعبنا في الفتره دي كونفدراليه وخرجنا من الصفاقس في تونس. حلو. بعد بتروجيت رجعت المصري مع كابتن مع مستر كامل ابو علي، وبعدين عملتوا فرقه كويسه وكان معاكم فرقتين، وبعد رحيل كامل ابو علي ايه اللي حصل في الفتره دي؟ كانت احداث ان الاهلي والمصري بعد المباراه النادي المصري خد ايقاف سنه، طلعنا فيه شويه طلعوا اعارات. انت من الناس اللي طلعوا اعار؟ طبعا طبعا، ده يعني ده بيتي حتى، يعني كمان في الازمه استحاله ان انا ادي ظهر البيت. يعني في لعيبه كمان يمكن انا طالع اعارات نزلت عن 750 الف جنيه. انا بقول لك بالارقام عشان اقول لك في اخر الحلقه ليه انا بقول بالارقام، لكن ده نقطه في بحر من النادي المصري الدهوني. لكن انا بقول لك بالارقام، اول حاجه 3 مليون ونص نادي الزمالك، بعد كده نزلت عن 750 الف جنيه في الموسم ده. في لعيبه زمايلي طبعا رفع قواضي وخدوا حقهم، مش بلوم عليهم، وفي لعيبه ثانيه احترمت المكان وما رفعتش قواضي. انا وقتها كان باقي لي 750 الف، اتنزلت عنهم للنادي ورحنا اعارات، وانا طالع عرض دخلت 500 الف جنيه من تليفونات بني سويف للنادي المصري. اعاره تليفونات بني سويف. حلو. خلصنا الاعاره بدانا نرجع تاني. كان في كلام ان احنا نقعد سنتين وده الصح، ومش هنرجع تاني الدوري. لكن الفيفا لما حكمت حكمت ان احنا هنقعد سنه. فعملنا قعده كان وقتها الحكم العسكري اللي هو دلوقتي محافظ بورسعيد، اللي هو عادل غضبان، والحاج ياسر يحيى كان رئيس النادي في الفتره دي. بعد ما رجعنا من الاعارات، فاللي هو عادل غضبان بيقول لي يا كريم احنا هنلعب ازاي؟ مفيش فريق. قلت له انا هجمع فريق. احنا ما نقعدش سنتين، انا عايز العب تاني في المصري. انا ما اروحش اعاره تاني. ده وقتنا ان احنا نرجع، وطالما في حاجه متلها خلاص نكمل. فقال لي طب العقود كتيره قوي، والميزانيه اللي محطوطه قدامي كان في ميزانيه متقدمه ب 40 مليون، ودي كانت عقود اللعيبه المتبقيه اللي فاضلين فضلوا قاعدين، كان في اوريدي لعيبه عقودها انتهت في الفتره دي ومشت. ماشي. قلت له العقود دي كلها هتنزل بنص. قال لي انت تعمل لي كده؟ قلت له اعمل لك كده. وانا اول واحد انا نزلت عقد النص على طول. يعني كان 2 مليون وحاجه في الاخر، في الاخر بقى 800 الف او حاجه زي كده. مش النص، اكتر من نص كمان، اكتر من نص بكتير. والحاج ياسر يحيى موجود، ومحافظ بورسعيد دلوقتي موجود. يعني انا بقول بالارقام، فعادي بقى 750 800 الف. وبصراحه مش انا، ده الطبيعي اللي انا اعمل كده، انا ابن بورسعيد واحب النادي وده بيتك وبتاع. في لعيبه مغتربه عملت كده برضه. والله والله. يعني مش عايز انسى حد، محمود عبد الحكيم، محمود شاكر، ايهاب المصري، كان محترمين يعني الحقيقه. يعني هي ما كانش حاجه تجبرهم على كده، كان ممكن يروح اي نادي تاني. ففي لعيبه يعني كملت وحبت ان هي تعمل كده لان شافت خير في المكان. فده الدور اللي ده جه الوقت ان هم يردوا الجميل. يردوا الجميل يعني. وانا مش عايز انسى في لعيبه كتيره والله العظيم في الفتره دي تستاهل مليون تحيه اكتر مني وان اي حد من بورسعيد، ده طبيعي اللي احنا بنعمله. حلو. ف بعد كده بقى ايه اللي حصل؟ جمعت اللعيبه ونزلنا عقودنا، كل اللعيبه بلا استثناء نزلت عقودها ما عدا احمد الشناوي. ما عدا احمد الشناوي. ده حقه. الراجل كان جاي له اهلي وزمالك وكان منتخب اول. فما ينفعش النهارده راجل منتخب اول اجي اقول له نزل لي عقدك وانت هيجي لي مثلا من وراك 5 مليون ولا 10 مليون، يعني ده طبيعي في الكوره. انا بقول لك بالارقام لان ده اللي حصل. فكله نزل عقوده وبدانا نلعب، وكان معانا الحاج ياسر يحيى في الوقت ده، وساعتها اللي هو عادل غضبان عمري ما انسى كلمته، قال لي لو عملت اللي انت قلته ده هنلعب تاني. وفعلا لعبنا تاني. رحنا سنه في عجرود، قعدنا سنه في عجرود بنلعب في استاد عجرود الساعه 3. ويمكن قعدنا على اخر ماتش، كنا بنلعب في فنادق بني سويف. وقعدنا في المباراه، تعادلنا 2-2 وقعدنا في الدوري. حلو. بعدها على طول جه الكابتن طارق يحيى. اول يوم انا مش عايز كريم زكري. اول حاجه قالها. اول حاجه. ويحترم، دي كوره. هو انا مش هخلد في المكان. وبغض النظر اللي قاله صح او غلط، انا بالنسبه لي عادي، ده بيتي برضه في الاول والاخر. كابتن طارق قال لا مش عايزك، هو وجهه نظر فنيه. قلت له شكرا. وانا ماشي كان متبقي لي 250 الف كمان من فلوسي اللي هي بتاعت نسبه المشاركه. في الفتره بتاعت عجرود دي ما اتغيرتش دقيقه. دوري وكاس لعبتهم كلهم. كان حوالي 33 مباراه او حاجه زي كده. لعبتهم كلهم. كابتن طارق قال لي لا مش عايزك. وجهه نظره ايه؟ هو ممكن مش شايف ان كريم هيفيده. ماشي. عادي. ماشي. وانا ماشي اتنازلت للنادي عن 250 الف جنيه. حلو. يعني كنت ممكن اقول لا ده انتوا ماشيني ماليش فيه، والحاج ياسر يحيى موجود، ولو انا بقول حاجه غلط يقول. ماشي. نزلت عن 250 الف جنيه، رجعت تاني بتروجيت. ما وصلت كان عندي 29 سنه 30 سنه وانا في بتروجيت. يعني انا لعبت وانا عندي 15 سنه. فلما توصل 30 سنه وانت في الممتاز خلاص، انت حتى كمان جسمك مش قادر. يعني ال 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 العيب ان انت تلعب وانت صغير، بتوصل ل 30 سنه ما بتقدرش تكمل. خلاص. وفي نفس الوقت كمان الاجواء اللي حواليك، انت بتروح كل فرقه في الدوري الممتاز وبتشارك، فالاسم تسمع كتير. لا كبر، لا 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 كبر، لا لا يعني ده بيلعب من زمان. بس انا لعبت وانا عندي 15 سنه، ما لعبتش وانا عندي حاجه 20 سنه زي دلوقتي. فهي الفكره كلها ان الاسم بترد كتير في كل فرقه، وبتروح تسيب بصمتك حتى في الاعاره بتاعت الفريق بني سويف.
بتسيب بصمتك مع النادي وبتحطه في مكانه كويسه. ف 30 سنه انا كمان يعني خلاص مش قادر فقررت تبطل. لا رحت الترسانه. الترسانه كانوا عاملين لنا الكابتن محمد كابتن عبد الرحيم الله يرحمه. كان عامل فريق كويس جدا وكنا نصعد له اخر مباراه مباراه الشرقيه وضربات جزاء وما صعدناش. السنه اللي بعدها على طول جه كابتن علي ماهر في اولها وانا حسيت ان انا مش قادر خلاص. نزلت عن بقيه فلوسي واتجهت الاتجاه تاني بقى.